اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد المشتركات على تطبيق أزار. نقوم بالضغط على تطبيق أزار، بعدها سوف نقوم بالضغط على إعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط على الاشتراكات، وهنا سوف تجد جميع الاكتشاف الاشتراكات، وهنا يمكنك تسجيل الحصول على الاشتراك في تطبيقك. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك، الاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.